ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. هيا بنا نستكمل معا درس العصفور الصغير والسلحفاة. هيا بنا يا أصدقائي نقرأ مرة أخرى الدرس ثم نجيب عن هذه الأسئلة. العصفور الصغير والسلحفاة. منذ أيام تعلم العصفور الصغير الطيران، وراح يخرج وحده ويطير فرحا بين الأشجار. وذات يوم رأى سلحفاة صغيرة تسير ببطء فوق شاطئ البحيرة، فأسرع يرفرف حولها قائلا: يا لك من كائن بطيء عاجز مضحك، انظري إلي إنني أسير وأطير. ومهلا لا تنزلي في البحيرة، مهلا مهلا ستغرقين. لم تلتفت السلحفاة الصغيرة إليه، ومضى الطاووس نحو الأعماق حتى اختفى. فوقف العصفور الصغير فوق إحدى الأشجار المطلة على البحيرة وقال: يا لحمقي، لم أعرف أن هذه السلحفاة تقدر على ما لا أقدر عليه. هيا بنا يا أصدقائي نجيب معا عن هذه الأسئلة. أقرأ وأجيب. أرتب الأحداث 1 2 3 4 حسب النص. ذات يوم رأى سلحفاة صغيرة راح يخرج وحده. منذ أيام تعلم العصفور الصغير الطيران. أسرع يرفرف حوله. هيا بنا يا أصدقائي نرتب أحداث هذا النص حسب وردها في الدرس. الجملة الأولى هي، فكروا معي، أحسنتم. الجملة الأولى هي: منذ أيام تعلم العصفور الصغير الطيران. والجملة الثانية هي، فكروا معي، أحسنتم، أنتم رائعون، راح يخرج وحده. والجملة الثالثة: ذات يوم رأى سلحفاة صغيرة. والجملة الأخيرة هي: أسرع يرفرف حوله. أحسنتم. هيا بنا إلى السؤال الآخر. أكمل من النص الدرس الذي تعلمه العصفور. هنا يا أصدقائي سنكمل معا ما هو الدرس الذي تعلمه العصفور من هذه السلحفاة. قال العصفور في آخر الدرس: يا لحمقي، لم أعرف أن هذه السلحفاة. ما هو الدرس الذي تعلمه؟ فكروا معي. هيا بنا نتذكر ماذا قال العصفور. أحسنتم. قال العصفور: إن هذه السلحفاة تقدر على ما لا أقدر عليه. هيا بنا السؤال الآخر. أرسم دائرة حول معنى ما تحته خط. فأسرع يرفرف حوله. ما معنى كلمة يرفرف؟ فكروا معي، هل معناها يبسط جناحيه، يغلق جناحيه، يحرك جناحيه؟ فأسرع يرفرف حوله. ما معنى كلمة يرفرف؟ أحسنتم. ضعوا دائرة حوله. أنتم رائعون. يبسط جناحيه. أكتب أمام كل حيوان حركة تنقله كما في المثال. هيا بنا يا أصدقاء نتعرف على هذا النشاط الجديد. الحيوان: العصفور، السمكة، الأفعى، الأرنب، الحصان. مجموعة من الحيوانات سنتعرف معا على حركة تنقله، أي كيف يتحرك هذا الحيوان أو الطائر. العصفور، أحسنتم، كما في المثال العصفور يطير. أما السمكة، فكروا معي، كيف تتنقل السمكة؟ أحسنتم، السمكة تسبح. الأفعى تزحف. أحسنتم، الأفعى تزحف. والأرنب يقفز. أحسنتم، حركة تنقله هي القفز. أما الحصان يجري. أحسنتم، العصفور يطير، السمكة تسبح.
الأفعى تزحف، الأرنب يقفز، الحصان يجري. والآن يا أصدقائي وصلنا إلى نهاية الدرس، أرجو أن تجيبوا عن هذه الأسئلة في الكتاب المدرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء في درس جديد.